السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، بدأت عمليات صرف الدعم النقدي الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة بعد إضافة الأسر الجديدة، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5,100,000 أسرة. وبدأ الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلية المتاحة للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات ميزة البنكية، كذلك تدشين غرفة عمليات على مدار الساعة لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين. هذا ووصل حجم الانفاق حاليا إلى 25 مليارا، حيث زاد عدد المستفيدين 1,000,000 أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف عدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استمرار جهود الدولة لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير منطقة سور مجرى العيون والمناطق المحيطة بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والمتضمنة العمل على تطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة، وكذا إعادة الوجه الحضاري للعاصمة القاهرة وظهورها في أبهى صورة لها بما يعكس إرثها التاريخي والثقافي. نشرت الجريدة الرسمية التونسية قرار الرئيس قيس سعيد بإصدار قانون انتخابي جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر، وكان الرئيس التونسي قد أكد أنه سيتم دعوة الناخبين للاقتراع على الانتخابات التشريعية يوم 17 من ديسمبر المقبل، مشددا على أنه لن يكون هناك إقصاء لأي طرف أو حزب بشرط توافر الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي. أعلن البيت الأبيض أنه وافق على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار، وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن هذه المساعدة تشتمل على معدات وخدمات، بالإضافة كذلك إلى تدريب عسكري من دون تفاصيل إضافية، ولا سيما عن الأسلحة التي تضمنها. وقدمت الولايات المتحدة لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية. قال البنك الدولي إن العالم ربما يكون في طريقه نحو ركود عالمي، مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في وقت واحد لمكافحة التضخم المستمر. وأوضح البنك الدولي في دراسة جديدة له أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بأشد تباطؤ في أعقاب الانتعاش الذي أعقب الركود في عام 1970، لافتا إلى أن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة. أصدر القاضية الأمريكية إيلين كانون أمرا بتعيين حكم مستقل لفرز آلاف الوثائق التي تمت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وتحديد ما إذا كان أي منها محميا بامتياز تنفيذي. واختارت القاضية القاضي الفيدرالي ريمون ديري، والذي كان أحد اسمين تقدم بهم فريق الدفاع عن ترامب لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها من منزله في 8 أغسطس الماضي. استعاد مانشستر يونايتد توازنه أوروبيا بالتغلب على مضيفه شيريف تراسبول المولدوفي بهدفين دون رد،
ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. وسجل ثنائية مانشستر يونايتد جادون سانشو في الدقيقة 17 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 39، وارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، وتجمد رصيد شريف عند 3 نقاط أيضا في المركز الثالث. ختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كنت معكم حبيبة عمر، تحياتي لكم، إلى اللقاء.